الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الرحمة المهدى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، مرحبا بك ابني ومرحبا بك ابنتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أبنائي وبناتي في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. واليوم في درسنا هذا الإثراءات بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نراجع سويا ما حفظناه بإذن الله عز وجل. تعلمون بارك الله فيكم أبنائي وبناتي أننا حفظنا بفضل من الله سبحانه وتعالى سورة ماذا؟ أحسنتم، سورة القيامة. سوف نراجع سويا بإذن الله سبحانه وتعالى هذه السورة، لكن بارك الله فيكم دعونا قبل ذلك نتوقف قليلا لنتحدث عن أهداف تعلم القرآن الكريم ونستذكرها سويا. دائما ما نقول إن من أهداف تعلم القرآن الكريم الإخلاص لله تعالى وابتغاء الأجر من الله، الإخلاص وابتغاء الأجر من الله. إذن دائما ما يكون هدف الإنسان من تعلم القرآن الكريم أن ينال الأجر من الله عز وجل، ويفعل ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى، وليس من أجل ثناء الناس أو مدحهم أو يقال حافظ أو يقال صوته جميل، لا، ممتاز. وأيضا أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة، نعم أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة، وكذلك أن نطبق ما في الآيات من أحكام وآداب، أن نطبق ما في الآيات من أحكام وآداب أبنائي وبناتي. إذن هذه بعض أهداف تعلم القرآن الكريم. أما آداب تلاوة القرآن الكريم فهي الاستعاذة والبسملة عند التلاوة، وأيضا الطهارة واستقبال القبلة عند التلاوة، وأيضا قراءة القرآن من المصحف، وأيضا تحسين الصوت عند التلاوة. دائما ما نقول أبنائي الاستعاذة والبسملة عند التلاوة، والاستعاذة مع البسملة لها مواضع، والبسملة لها مواضع، وهكذا. أيضا بارك الله فيكم الطهارة، هل توضأتم أبنائي؟ ممتاز بارك الله فيكم، أحسنتم. طيب فتحتم المصاحف بارك الله فيكم على سورتنا لهذا اليوم، جميل، رائع رائع رائع، حفظكم الله ورعاكم. ودائما ما نقول أيضا من القرآن الكريم، وحبذا أن يكون للإنسان مصحف واحد يقرأ منه ويحفظ فيه حتى يضبط المواضع وتكون بعلامات يسهل له الوصول إليها أو تذكر هذه العلامات أثناء حفظها، خصوصا ما يتعلق ببدايات الصفحات ونهاياتها. أيضا بارك الله فيكم يستحب للإنسان أن يحسن صوته بالتلاوة، نعم، قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. إذن أبنائي وبناتي هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم، ومنها ننطلق مستعينين بالله عز وجل نستمع سويا أبنائي وبناتي بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر،
إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إذن أبنائي وبناتي استمعنا سويا لهذه التلاوة لكامل سورة القيامة، هذه السورة العظيمة التي فيها ذكر لبعض أهوال يوم القيامة. الآن بإذن الله عز وجل أيضا سنعود ونستمع مرة أخرى، ودائما ما نقول أبنائي طوال هذا الوقت الذي أمضيناه سويا التكرار ثم التكرار ثم التكرار، نحرص بارك الله فيكم على التكرار سواء من خلال الاستماع أو من خلال القراءة. نعود ونستمع مرة أخرى أبنائي وبناتي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر
إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر. وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إذن أبنائي وبناتي بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم. بهذا نكون قد وصلنا سويا لنهاية درسنا لهذا اليوم. احرصوا بارك الله فيكم على المراجعة وكثرة التكرار، على المراجعة وكثرة التكرار. ألتقيكم بحول الله عز وجل في درس آخر قريب. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.